في الباك جراوند اليمنت هتبقى بالبلكسس. اذا احنا هنروح ل كنترول واي ودي هنسميها بي ال اكس اختصار لبلكسس وهنحط بلكسس. هو مش هناخد فيه كتير لكن هنحط هنا اد جيومتري وهحط بريمتيف. البريمتيف ده هسيبه كيوب بريمتيف زي ما هو بس هعمل له رينيم ودي هسميها بي جي كيوب لان هما يبقوا فيه كذا حاجه. البي جي كيوب انا هروح هنا للكيوب وهكبر الويت بتاعه وهكبر الهايت. طبعا هيقول لي يعني ازاي ده كده هايت لان الكاميرا مقلوبه تمام، وهكبر ده بالشكل ده كده بقت بالمنظر ده. ممكن تخلي البوينتس بزياده شويه لو انت لو انت عايز بالشكل ده كده، بس هيبقى كده الباترن بتاعه باين قوي. فانا عايز ده يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، وعايز اروح هنا للبوينت ريندر واخلي البوينت دي افتكر بواحد ماشي. دي حاجه. الحاجه التانيه جيت سكيل جيت اوباستي انا عايز اخلي الاوباستي بمية في المية. جميل، دي حاجة. الحاجة التانية هقوم رايح لـ Add Renderer وأقوم جاي حاطط على طول Lines. حلو. ال Lines هتبقى أولا أنا هنا عايز أشتغل على Groups لأن أنا مش عايز الدنيا تبوظ مني. هروح هنا أحط الكيوب ده في جروب نمبر 1، وهنا الـ Line Renderer ده هقول له Draw Lines Between One Group اللي هي جروب 1. ليه؟ عشان أبقى أفصل زي ما أنا عايز. ماشي. دي هنسميها بي جي كيوب لاينز، وهيبقى عندي هنا الماكسيمم عايزين دي، احنا عايزين محتاجين دي تمام بالمنظر ده كده. وهيقول لي جيت اوباستي فروم فيرتسز، هقول له لا مش عايز فيرتسز، هي هتبقى حاجه خفيفه. اللاين ثيكنس هيبقى 0.2. عندي هنا ممكن احط بريسيت لللاينز، بس في الحاله دي الاوباستي هنزودها شويه، واللاين ثيكنس ممكن يبقى 0.75، يبقى واحد. اوب يبقى واحد تمام، يبقى واحد بالشكل ده كده. البريسيت هتبقى صعبه شويه، ف خليها كده. حاجة بالشكل ده. ممكن نروح على طول للكيوب واخلي النقط 15 15 15. خلي بالك ان الموضوع سنسيتيف، مش سنسيتيف فعلا يعني. دي ممكن تبقى 0.2، تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه. ممكن نروح للكيوب، مش كيوب، ممكن نروح لللاينز واقول له ماكس نمبر اوف كونكتد فيرتسز، ممكن اقللها شويه او ممكن نزودها، بس انا عايز اقللها تيجي زي الشبكه كده. تمام. وممكن نروح للكيوب، والله انا هزودها، خليها 25 25 25. تمام. واروح للريندرر لللاينز واخد الاوبست مثلا بتاع 20 تمام، والثيكنس وليكن، او مش الثيكنس دي تبقى 4 بوينت بس، ونقلل شويه المسافه. تمام. وفي البوينت ريندرر هخلي البوينت سايز 0.5. وفي اللاينز عايز اقول له جيت كولرز فروم فيرتسز، لا
جيت سكيل فروم بوينتس برضو لا. تمام بس كده، فيبقى بالمنظر ده. تمام بس دي بقى انا عايز احطها قدام الدي ان ايه مش وراه. تمام عايز احطها قدامه عشان يبقى هو كانه فوقها مش تحتها. الحاجه التانيه انا عايز الكالرز تبقى واخده نفس الكالر تقريبا. تمام والبلند مود بقيت. ماشي دي حاجه. الحاجه التانيه نفس الموضوع في البوينت ريندرر. جيت كالرز لا عايز احط دي برضو ولتكن نفس واخده من نفس الحاجه بحيث تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. لغايه حالا احنا ما عندناش باك جراوند، يعني احنا بصينا كده احنا فعلا ما عندناش باك جراوند. فبسرعه خلينا نعمل بي جي، وفي الباك جراوند هحط 4، هكتب رقم 4. طبعا 4 هنا عندي مرتبط بشورت كات اصلا. تمام فانا هعمل كده وعايز اقول له هنا رقم 4 مرتبط برضو بشورت كات. هي دي مشكله البلاج اللي هو كده. انا عايز اكتب كلر، انا عندي هنا حاجه اسمها 4 كلر جريدينت. هكتب هنا رقم 4 اهو هو الكلر ده. فانا عايز طبعا انت ممكن تحط الكلر مكان ما انت عايز، فانا هخلي ده كلهم هتبقى الوان في الغامق بالمنظر ده كده. الاخضر ده هيبقى في الغالب اسود، بس خليني في نفس المنطقه. ممكن اخد ده نفس الحاجه بس خليه ياخد تنت كده. الناحيه دي هيبقى في نفس الدرجه بتاعت الازرق. تمام بس خليني اخد حاجه كده مثلا، يعني يبقى تداخل بالمنظر اللي احنا شايفينه ورا ده كده. الباك جراوند نفس لوحدها اصلا حياه السين نفسها اصلا. جميل نيجي بعد كده على بليكسس تاني، وهحط اد جيومتري، والمره دي هحط بريميتيف. البريميتيف بتاع المره دي هيبقى دي هتبقى سفير. السفير دي هتبقى في جروب 2. تمام هقول له سفير المره دي، والسفير نمبر اوف لايرز هيبقى عندي 2 سفير خلاص بالشكل ده كده. والراديوس هكبر الراديوس على قد ما اقدر، خليها واحده بلاش 2، خليها واحده حلو. وعدد السلايسز هسيبها 40، هسيب 40 زي ما هي. انا عايز اروح للايرز مؤقتا بس عايز الغي الكيوب عشان اشوف السفير. تمام دي هخليها مثلا 60 في 60 حاجه كده مثلا، 100 في 100. تمام ظريفه. دي ما ننساش انها في جروب 2، يبقى انا هروح هنا الاد افكتور وهحط نويز افكتور. النويز افكتور ده هيبقى اس بي اندرسكور نويز، اختصار سفير اندرسكور نويز. اول جروبس لا هتبقى هيبقى ياثر على جروب 2. في النويز هقول له نويز امبليتيود، هعلي النويز امبليتيود زي ما انا عايز. افكت بوزيشن سكيل كلر، انا عايز افكت البوزيشن. نويز ديتيلز مش هيبقى عندي فيها اي حاجه خالص. تمام اللهم الا تلاقيها زي ما هي. احنا عملنا كده هلاقي بالمنظر بس سريع جدا. فانا عايز اروح للنويز ديتيلز و نويز سيد، نويز اوكتافز، خلينا نويز اوكتافز دي بواحد. نرجع بقى نشغل الكيوب. بس قبل ما نشغل الكيوب تعالوا بسرعه ننزل الريندرر. هقول له اد ريندرر واحط لاينز ريندرر. المره دي اللاينز ريندرر هيأثر على 1 جروب، وهقول له على جروب 2. طبعا بقت عامله شبه الكنافه، فهروح هنا لماكسيمم ديستانس
وقبل ماكسيموم ديستانس عايز اقول له كونكت لي بس اقصى حد 4 نقط، وعايز حاجه شبه كده مثلا. جيت اوباسيتي، لا خلي الاوباسيتي 100% زي ما احنا، والكالرز برضو نفس الليله تمام، نفس الموضوع. في بقى نقطه كمان اهم من ده كله اللي هي اللايت لاين ثيكنس، خليها 0.4 مثلا. الحاجه اللي بعد كده والمهمه في السفير، انا عايز اكبر الراديوس بتاع السفير تمام. ليه انا كبرت الراديوس بتاع السفير؟ لان النقط قريبه او صغر راديوس السفير تمام. وفي دول بدل ما هي 100 هخليها في 50 في 50، يبقى انا كده قللت البارتكل. من ناحيه تانيه لو رحت للاين ريندرر ده ورحت زودت المسافه شويه،